السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome in my YouTube channel English Linguistics with Rumani Naji. I'm going to talk in Arabic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب English Linguistics with Rumani Naji. طبعا هذا الفيديو مخصص للتبس لبعض الطلبة يسألون أنفسهم خاصة في اللغة الإنجليزية يسألون أنفسهم كيف أول تكنا سوف نتحدث بالفصحى والعامية ببعض. يعني يقول لك كيف نتحدث اللغة الإنجليزية في المحادثة في conversation دائما مسببت الأمر أغلب الطلبة يعني دائما يسألون كيف نكون very good في conversation يعني لما نجي conversation في spoken يعني نعرف كيف ندوي كيف نحكي. العديد من الطلبة ويخافون من ذلك. طبعا في tips. طبعا conversation as a teacher أو lecturer يعني كأستاذ أو كمحاضر لأن في conversation أنا سألت إن كيف بنجد كويس في conversation. هذه ليست وظيفة الأستاذ في first place يعني وظيفتك أنت المسؤول عن نفسك في conversation بالذات يعني. كيف؟ لأنها 70 أو 75 or more than 75 مرات إذا يسمو فيها شنو learner centered أو learner أو self learning for the learners هي عبارة عن شنو التعليم الذاتي يعني تبي تقعد كويس في الconversation معناها راهي هذه وظيفتك أنت يا متعلم أنت عندك حاجات تديرها. نحن ممكن أعطيك التبس ذوك النصائح وأنت تمشي عليه. هذه هي self learning يعني شعورك أنت للتعلم الذاتي خاصة لما تجد محادثتك كويسة في اللغة الإنجليزية. الأستاذ مرة تعطي كل شيء في المحاضرات لكن بدون عمل في المنزل في الحوش يعني بيولقت نوها أوكي بيولقت نوها يعني ما تكسب شيء. فالconversation أول شيء طبعا don't be afraid of mistakes ما تخافش من الأخطاء ادوي عادي حاول تفكر باللغة الإنجليزية ما طبعا هذا الشيء يجب مشاهدة الأفلام والنشرات وحاول تتبع مسلسل معين كوميدي يكون أفضل مثلا منصح به ينصح به جميع الأساتذة في العالم هو مسلسل فريندز الأصدقاء دون عليه حتى في الفيديوهات السابقة مع الطلبة شوف كيف كانوا يتفرجوا على فريندز حتى لما تجي له يقول وتبحث مثلا بيقول I want to be fluent in English أول حاجة يقول لك watch Friends مسلسل أمريكي تكون من 10 أجزاء كل جزء 21-22 حلقة والحلقة 20-22 دقيقة ممكن تقدر تشتريه في الديسكات يعني من المحلات أو تقدر تنزله. هذا مسلسل مهم جدا يوريك الكالتشر باكجراوند بتاع اللغة الإنجليزية هي الخلفية الثقافية للغة الإنجليزية مع المصطلحات ومع الإيديمز ومع حاجات توجهت بكل والفريزر فيربس وغيرها لأن تقدر تحفظها أكثر يعني الكونفرزيشن مسؤوليتك أنت هي التعلم الذاتي تفرج على المسلسلات على أفلام تحاول تقلدهم تحفظ باراجراف مثلا تحفظ تحفظ تقدر تدوي فيه مع نفسك. في طريقة أخرى مهمة جدا هي تسجل نفسك خاصة مع سمارت فونز توا الفيديو الهواتف الذكية صح مع الهواتف الذكية بإمكانك يعني إنك شنو بإمكانك إنك تسجل نفسك record yourself بعدين تسمع تسجيلك هذه هيك تديرها كم مرة. هذه مهمة جدا جدا طلبة يعني لها يعني واجد لها يعني فائدة واجد واجد واجد. طبعا بالنسبه للديكشنريز على السمارت فونز مش اي ديكشنري يعني ضروري يكون اوكسفورد او كامبريدج اوكي لان في البريتش والامريكان بدايه تنزلهم يعني مع محاولات كثيره فهمت نزلت على البلاي ستور بس تقدر تنزلهم باستخدام الفي بي ان هذا وتقدر تنزلهم يعني اي كان شو ممكن ان شاء الله نيكست فيديوز how to download these dictionaries كيف تنزل هذه القواميس يعني المشاهدة فكر بالإنجليزي قلد record yourself عرفت
هذين هن يخلن لك قوي في اللغة الإنجليزية مع حبك لها طبعا، يعني الشغل كله على من على learner. اوكي نعود من جديد. watching TVs and watching TV series and movies and news هنا جاهدهم، حافظ هذين، memorizing paragraphs تحفظ paragraphs بعدين تيجي تلقي فيه، practice them more and more and more and practice makes perfect. إتقان يعلم الميران يعلم الإتقان. بعدين عندنا record yourself مهمة جدا، how to speak you to yourself، حاول إنك أنت تدوي لروحك مع نفسك في الحوش بصوت عالي بصوت يعني مستمع كاي بيش تسمع روحك record yourself. هذين مهمة جدا في conversation، يعني conversation it's up to you يا طالب يا learner أو المتعلم. إذا كانت بتيجي beautiful في الكونفرزيشن دير هدينا، ممكن تسجل حتى فيديو لنفسك وتحكي بعدين تشوف روحك. اوكي these are some tips for you in the conversation ان شاء الله. I hope that you get useful some of them. يعني تعتمد على نفسك. اوكي السلام عليكم.